نقاط عدة ميزت مباراة أولمبيك أسفي والرجاء، أبرزها اللوحة الفنية التي رفعها الجمهور المسفيوي والحضور المعتاد لجمهور الرجاء. أما على رقعة الميدان فكل من عاين المباراة لاحظ تألق حارسي الفريقين ياسين الحض من جانب الرجاء وعبد اللطيف مرويك عن جانب أولمبيك أسفي. أول محاولة في المباراة كانت لصالح الرجاء عن طريق ركنية ذهبت بعيدا عن مرمى أولمبيك أسفي. رد المسفيويين جاء سريعا عن طريق عبد الرزاق حمد الله الذي هدد مرمى الرجاء، إلا أن القائم ناب عن الحارس ياسين الحض. في الدقيقة 26 تمكن فريق أولمبيك أسفي من افتتاح حصة التسجيل عن طريق اللاعب كمال الوصيلة. فريق الرجاء استهل الشوط الثاني بمحاولة خطيرة للاعب ديوب، لكن الفرصة لم تصب الهدف المنشود. تالتها محاولة أخرى دائما للفريق الأخضر كان من ورائها اللاعب مالكويت. في الدقيقة 61 أعلن حكم المباراة عن ضربة جزاء لفائدة أولمبيك أسفي فضلا عن ورقة حمراء للاعب المعلم من صفوف الرجاء. وهذه إعادة للحظة إعلان الحكم عن ضربة جزاء من زاويتين حتى تتوضح الصورة أكثر للجمهور. ضربة جزاء استغلها اللاعب عبد الرزاق حمد الله بشكل ناجح معلنا عن ثاني أهداف القرش المسفيوي. فريق الرجاء كثف من عملياته الهجومية لتقليص الفارق، وهو ما تأتى له عن طريق اللاعب ياسين الصالحية.